بسم الله الرحمن الرحيم. اعزائي مشاهدي قناه النادي الاهلي وجمهور النادي الاهلي في كل مكان، اهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في استوديو الابطال. النهارده هننقل لحضراتكم مباراه كره السله ديربي القاهره، نادي الاهلي ونادي الزمالك في دور الثمانيه دوري المرتبط، والمباراه على صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه بعد حوالي ساعه ونصف من الان. في بدايه الاستوديو التحليلي لازم ارحب بضيوفي. برحب في البدايه الكابتن نبيل بخيت، احد عمالقه كره السله في النادي الاهلي، مدير فني الفريق الاول السابق ومدير فني منتخب مصر وايضا لاعب منتخب مصر السابق وصاحب التاريخ العريض. اهلا بيك يا كابتن نبيل. اهلا بيك، اهلا، منورنا اهلا بقناه الاهلي واهلا بيك طبعا. شرف ليا ان انا اكون معاك. الله يخليك. وطبعا بنرحب بكابتن كريم ضيف احد نجوم النادي الاهلي الحديث. طبعا احنا عندنا كابتن نبيل جيل، يعني مش هنقول بعيد قوي، ولكن كريم الجيل الحديث، احد نجوم النادي الاهلي وشارك في كثير من بطولات النادي الاهلي الاخيره، واحد اعضاء كمان واحد منتخب مصر ولاعب له اسم كبير. كابتن كريم ضيف، اهلا بيك. اهلا بك كابتن هيثم، فرصه سعيده جدا ان اكون محرك النهارده، وطبعا شرف لنا ان اكون مع كابتن نبيل. الكابتن نبيل من المدربين اللي كان ليهم علامه في تاريخي في الباسكت، فطبعا شرف لي ان انا اكون مع حضراتكم النهارده وشكرا على الاستضافه. شرف لينا يا كابتن. واروح لكابتن نبيل، يمكن الساده المشاهدين يهمهم يعرفوا اهميه المباراه. كابتن نبيل بتيجي في دور الكام، في اهميتها بالنسبه للنادي الاهلي ونادي الزمالك؟ اتفضل يا كابتن. هستاذنك بس ان انا اعزي مجلس اداره النادي الاهلي وجماهير النادي الاهلي برحيل كابتن سمير عبد ربه استاذ الاداره ومدير النشاط الرياضي لفتره طويله بالنادي الاهلي قبل ما نبدا الكلام على المباراه. ربنا يرحمه كابتن، واحنا توجهنا نعي امبارح في البرنامج، وحاجه جميله من حضرتك ان انت تتذكره في مناسبه زي دي. رحمه يعني رحم الله الفقيد يعني. استاذ لينا، بالنسبه للمباراه هتكلم الاول على التشكيل بتاع المباراه. طيب يا كابتن، يعني ايه راي حضرتك نقول للناس يعني اهميه المباراه ايه؟ بتيجي في دور الكام، في دور الكام، هل مثلا ايه دوري المرتبط؟ يعني الناس برضو مش فاهمه قوي ايه دوري المرتبط. هو دوري المرتبط هو دوري بيجمع احد فرق الناشئين اللي هي السنه دي 16 سنه، والفريق الدرجه الاولى بيلعبوا المباريات مع كدوري مع بقيه فرق الدوري. الدوري اهميه المباراه دي برضو ان المباراه دي اول مباراه تعتبر قويه للنادي الاهلي ونادي الزمالك. يعني المجموعه اللي قبل كده اللي هي الدور اللي قبل كده هو كانت المباريات يعني متوسطه المستوى، لكن دي اول مباراه في اول موسم تعتبر مباراه قويه ما بين خصمين قويين ليهم تاريخ في كره السله. تمام. وكان في توقف كبير يا كابتن متهيألي الفتره اللي فاتت عشان المنتخب. كان في توقف عشان المنتخب، عشان تصفيات بطوله افريقيا، والحمد لله المنتخب قدر يحقق نتائج كويسه فيه وتاهل. طب يا كابتن ازاي بتحسب تحسب النقاط؟ يعني دلوقتي فريق 16 سنه بيلعب دلوقتي الاهلي والزمالك بيلعبوا فريق 16 سنه على نفس الصاله، المباراه اللي قبل مباراه الدرجه الاولى، وبعد طب في توقيت الساعه 8 هتلعب مباراه الدرجه الاولى، ازاي بيتجمع مجاميع المباريات ونفس اليوم ده هيتكرر تاني يوم السبت؟ يعني نحكي للساده المشاهدين ازاي بيتم احتساب النقاط. هو المباراه دي مفروض ذهاب واياب، بس عشان الظروف اللي موجوده يعني كورونا وكده هو، وبرده جماهيريه الفريقين، فالمباراه اتلعبت ذهاب واياب في اسماعيليه. المرتبط بيلعب المباراة دايما الأولى، والمباراة بتاعته مكسب، في حالة المكسب بيبقى نقطتين، في حالة الخسارة بيبقى واحدة، بينما بالنسبة للدرجة الأولى بيبقى ثلاثة وواحد. واحد. لو اتعادلوا بيبصوا للمباراة ما بين الفرقتين الكبار. على فكرة يا كابتن بعد إذن حضرتك، ده مباراة المرتبط الآن، دي لقطات حية في الشوط من الشوط الثالث في مباراة طبعا الاهلي والزمالك المرتبط، والاهلي متقدم 46 كام يا جماعه عشان انا مش شايف من عندي. هنعرف النتيجه بالظبط، ولكن النادي الاهلي متقدم. المباراه دي مهمه جدا للنادي الاهلي، وبالفعل برضو مهمه جدا نادي الزمالك، ودي لقطات حيه من ارض الملعب في تغطيتنا الخاصه والحقيقه تغطيه كبيره معموله من القناه الحقيقه لهذه المباراه. كابتن، يبقى المرتبط لو كسب بياخد نقطتين، الخسران بياخد نقطه. المرتبط بحد كبير، لو عندك مرتبط كويس بيقدر يوجه النتيجة بتاعت المباراة، لأن هو لو كسب المباراتين بيريح الدرجة الأولى، كسب مباراة واحدة بيتأهل. بيتأهل. تمام. لكن في حالة
مثلا ان هو لو قدر الله لو هو مثلا ما كسبش يبقى الدرجه الاولى لازم يكسب المباراتين. في حاله ان هو كسب مباراه وخسر مباراه والدرجه الاولى عمل نفس الحكايه بيبقى في مباراه فاصله ما بين الفرقتين الكبار. تمام. طب كابتن خلينا يعني احنا كنا جهزنا تقرير كده عن المباراه عن اهميتها عن الظروف اللي بتقام فيها نشوف التقرير ده ونرجع لحضرتك تاني. اعزائي المشاهدين حقيقه جهزنا تقرير الابطال عن مباراه واهميتها بالنسبه للفريقين نشوف التقرير ده ونرجع لحضراتكم تاني. تشهد بطولة دور المرتبط نهائيا مبكرا بين الأهلي والزمالك في المباراة التي تجمع الفريقين مساء اليوم في ربع نهائي البطولة. ويدخل الأهلي مواجهة اليوم بعدما نجح في تخطي الأدوار التمهيدية للبطولة بالفوز في كافة المواجهات التي خاضها على حساب فرق الزهور وطنطا وطلائع الجيش والشمس دون خسارة تذكر ليحجز مقعده في دور ربع النهائي في مواجهة جزيرة الورد. وحقق نسور القلعة الحمراء الفوز في مواجهتي الذهاب والعودة. نتائج فريق شباب 16 سنة لم تختلف كثيرا عن نتائج الفريق الأول بعدما نجحوا في تحقيق العلامة الكاملة بجدارة واستحقاق. تلعثم الأبيض في انطلاقة الموسم والتي سرعان ما تداركها إلا أنه حجز مقعده في دور ربع النهائي للبطولة وعجل بمواجهة الفريقين في هذه المرحلة من دور المرتبط عكس ما كانت عليه مواجهة الفريقين الموسم الماضي في نفس البطولة عندما التقى الفريقان في مباراة تحديد المركز الثالث. حقق الأهلي الفوز ذهابا بنتيجة 91-81 وفاز الزمالك في الإياب 89-83. فوز الزمالك في المواجهة المذكورة كان بمثابة الفوز الوحيد له على الأهلي على مدار الموسم بعدما تجددت مواجهات الفريقين في كأس مصر وكان الفوز حليف نسور الأهلي بنتيجة 92-80. تجددت مواجهات الفريقين لحساب منافسات دور السوبر والذي شهد تفوقا جديدا للأهلي في مواجهتي الذهاب بنتيجة 82-68 والعودة بنتيجة 93-83 ليتفوق المارد الأحمر في أربع مواجهات مقابل مواجهة واحدة للزمالك وهو التفوق الذي يتطلع الفريق إلى تكراره في الموسم الحالي مساء اليوم. الحقيقة مباراة مهمة بس جت بدري جت في دور الثمانية ولكن إن شاء الله هتكون مباراة يعني أو رجال النادي الأهلي هيكونوا على قدر المسؤولية. هروح لكابتن نبيل. كابتن نبيل نخش بقى في الفنيات نستعرض مع حضرتك قائمة فريق الرجال لكرة السلة بالنادي الأهلي. بالنسبة لأسماء اللاعبين بيجي مودي الجرحي كابتن الفريق وصانع اللعب بتاع الفريق وعمرو الجندي المنتقل حديثا من نادي الجزيرة للنادي الأهلي. محمد مصطفى مودي ومودي ابن من ابناء النادي الاهلي ورجع السنه دي للنادي. ايهاب امين، اليكس يونغ، احمد السلعوه. واحمد السلعوه برضو بننوه هنا ان هو مصاب يعني مش هيشارك النهارده مع فريق النادي الاهلي. سيف سمير لاعب ارتكاز ومن احسن لاعبين ارتكاز في مصر. ابراهيم الجمال طبعا ابراهيم يعني نجم كبير. احمد مهيب المنتقل برضه السنه اللي فاتت من المنتقل السنه دي سوري من السبورتنج للنادي الاهلي. عبد الفضيل ابراهيم لاعب ارتكاز. محمد ابو الناصر مركز 2. احمد حمدي 4 و5 بيلعب. عبد الله ناصر. عمر طارق نجم نادي الجزيره وبيفوت منتخب مصر انتقل السنه دي للنادي الاهلي. وحاتم البحيري حاتم بيلعب في كذا مركز 1 و2 و3 يعني ما يعني لعيب طبعا كويس جدا ما شاء الله. طب كابتن دول 15 لاعب هنلعب بكام لاعب النهارده؟ هو طبعا السكور بيبقى فيه 12 لاعب فطبعا المدير الفني مع المساعدين بتوعه بيختاروا
انسب 12 للمباراه بتاعت النهارده، يعني ممكن كل مره بيبقى 12 يعني في لعيبه بتتغير يعني. تمام، طب الجهاز الفني يا كابتن بالنسبه للنادي الاهلي؟ الجهاز الفني طبعا يعني الحمد لله احنا عندنا مدربين كبار جدا ومديرين فنيين كبار، طبعا كابتن اشرف توفيق مدير فني، كابتن سيد مصطفى برضو يعني مدرب عام من المدربين والمديرين الفنيين اللي ليهم تاريخ كبير جدا، احمد الجرحي مدرب واعد صاعد محقق نتائج كويسه جدا الاعوام السابقه في مع المرتبط، علاء طفلوط في محلل فني، طارق الغنام نجم مصر مدير اداري لفريق النادي الاهلي، وليد الخراط اداري، نادر خزام اخصائي تغذيه، ودي برضو حاجه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي ان هو بقى يحط اخصائي تغذيه ودي مهمه جدا طبعا في الرياضه طبعا. هيثم الضبع اخصائي علاج طبيعي، محمود حمدي مخطط احمال، محمد عيسى اخصائي مساج، حامد الكاس مهمات، يعني حامد برضو من الناس القدام جدا في النادي الاهلي يعني طبعا كلنا عارفين طبعا، واحمد عادل طبيب الفريق طبعا يا كابتن عليه دور كبير طبعا في تجهيز كان الاصابات. طبعا احمد عادل دكتور هايل صراحه من يعني صفقه كويسه بالنسبه للنادي الاهلي. تمام، طب ننتقل لكابتن كريم ضيف. كابتن هننتقل لقائمه سله رجال الزمالك. هي قائمه سله الزمالك يعني فيها ميكس ما بين اسامي ممكن تكون متواجده في الدوري بقالها فتره، اسامي هتبقى مالوفه بالنسبه للناس انها تسمعها، واسامي لعيبه لسه صغيرين بينضموا للقائمه. فنبدا نستعرض كده القائمه. احمد ياسر عبد الوهاب ده ابن كابتن ياسر عبد الوهاب، صح؟ ابن كابتن ياسر عبد الوهاب، يعتبر من اللعيبه الناشئين، مظبوط. عمر هشام، احمد حاتم، ادهم عصام، كريم الدهشان، اسلام سالم، وأنس أسامة، مصطفى كيجو، والمحترف طبعا اللي لسه منضم لنادي الزمالك وولتر هوج، ده يعني إضافة كبيرة. فدي حاجة من الحاجات الكي بلايرز اللي لازم الفرقة إن شاء الله تركز معاها النهاردة. بيلعب مركز كام وولتر هوج؟ بيلعب 1 و2. تمام، هو سكورر وكمان عنده ميزة إن هو بيقدر يلعب الفرقة. تمام، وبعدين محترف من المحترفين اللي بيلعبوا بقلب. تمام، لما كنا بنتفرج عليه في لبنان يعني مش مجرد محترف اللي هو بيبقى بيدور على نفسه بس، لا يعني ممكن بيلعب الفرقه وبيبقى عنده قلب على الفرقه، فلازم نركز معاه النهارده. محمد حكازي، معاذ ايمن، لعيب ناشئ لسه منتقل من نادي الجيش لنادي الزمالك، هو كان ناشئ من ناشئين نادي الزمالك. كريم حسن برده كان ناشئ من ناشئين نادي الزمالك، منتقل لنادي الزمالك السنه دي. علي حجازي، كابتن هيثم السحارتي كابتن الفرقه، حازم المشد، يعني حازم المشد كان عامل الموسم اللي قبل ده كان موسم كويس، تعرض لإصابة ممكن تكون أخرته شوية، بس هو يعني من اللعيبة برضو المهمين في الملعب. ومصطفى مشعل، بتهيألي كابتن الفريق كابتن هيثم السحارتي لعب بتهيألي نادي الأهلي سابقا، بتهيألي لعب فترة. مظبوط، لعب في النادي الأهلي سنتين وبعد كده رجع نادي الزمالك تاني. طب كابتن يعني بسرعة كده برأيك أهم لعيبة هيشوفوها أو هنشوفها النهاردة من نادي الزمالك، يمكن الجمهور عارف أكتر لعيبة النادي الأهلي، لعيبة الزمالك أو الكي بلايرز لعيبة الزمالك. تمام، أهم 3-4 لعيبة من وجهة نظرك. طيب، هو إحنا عندنا 3 لعيبة نركز معاهم. طبعا المحترف وولتر هوج. تمام، وأنس أسامة. تمام، ومصطفى كيجو. شايف ان دول يمكن تمام اكتر تحت الحلقه؟ دول اكتر تحت الحلقه. هي الفكره كلها ان احنا هنبقى عايزين نركز على السبيشال سيتويشن اللي هم هيبقى ما بين وولتر هوج وانس اسامه، بحيث ان هيبقى فيه لعب كتير قوي ان احنا نحاول نفضي وولتر هوج فيحصل معاه سويتش، فيبقى انس اسامه يستفيد من عامل الطول. بس متهيالي السنه دي البوزيشن ده يعني اللعبه دي شفناها كتير السنه اللي فاتت، بس السنه دي الاهلي عنده ادفانتج عمر طارق، فممكن دي توقف القصه دي شويه. تمام، فطبعا ومصطفى كيجو، وطبعا عمر هشام، احمد حاتم بيشوط 3 بوينت كتير، عمر هشام بيتميز ان هو بيعمل بنتريشن كتير ممتاز. فدي كابتن نستعرض مع بعض الجهاز الفني لسله الزمالك برضو. تمام، الجهاز الفني لنادي الزمالك طبعا المدرب الجديد الاسباني جوستي بوش، ده طبعا يعني فاكتور مهم جدا في الايكويشن بتاع نادي الزمالك. لما بيكون معاك مدرب من بره شكل الفرقه بيختلف، تنظيميا بتختلف. هو كان معاهم من بدايه الموسم يا كابتن ولا تم تغيير الجهاز الفني؟ لا، تم تغيير الجهاز الفني. هو تقريبا كابتن طارق، كابتن طارق سليم كان معاه هشام ابو سريع مدرب، وكان معاه علي الجنايني، مظبوط. وتم طبعا تغيير الجهاز وجه، فتم تغيير الجهاز في فتره التوقف. تمام، فطبعا هو المدرب السي في بتاعه مش وحش، السي في بتاعه كويس،
وبعدين المدربين يعني بيبقوا جايين من اوروبا بيقدر يحط الفرقه في من يعني منتاليتي وكبرفورمانس يبقوا عاليين. لو قدرت اوصل اللعيبه ان البرفورمانس بتاعهم انديفيديوالز اعليها الفرقه كلها شكلها بيختلف. طب خلينا نكمل جهاز يا كابتن. كابتن ياسر عبد الوهاب مدرب عام، كابتن سمير جوده مدرب، اشرف هلال اداري الفريق، دكتور اسلام جمعه، كابتن جونسون مخطط احمال، واخصائي المساج كابتن موسى. طب كابتن هستعرض معاك الامور الفنيه، رايك الدنيا هتبقى ماشيه ازاي؟ ايه الكي بلايرز من ناحيه الفرقتين؟ الفرقه دي بتلعب ايه؟ يمكن نادي الزمالك كان فيه تغيير لجهاز فني، ما عندناش معلومات كتير نعرف المباراه. ولكن خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين. هنطلع لفاصل سريع ونرجع نكمل مع حضراتكم استوديو التحليل لمباراه القمه بين الاهلي والزمالك في كره السله. اهلا بحضراتكم من جديد. احب في البدايه اوضح لحضراتكم ماتش المرتبط. النادي الاهلي متقدم انتهت الفتره الثانيه بتقدم النادي الاهلي 45-24، فرق كبير ان شاء الله. الفرقه رايحه على المكسب، ده هيريحنا جدا مع الفريق الكبير. وعايز انوه على حاجه، الفتره الثالثه شغاله وهنجيب لحضراتكم النتائج وهنروح اوريدي على الماتش عشان تشوفوا الماتش شغاله وهتشوفوا لقطات منه. الحاجه الثانيه عايز اقول ان في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب شانل بتاعت قناه الاهلي. استاذنكم اللي مش هيقدر يتابع المباراه على شاشه قناه النادي الاهلي يقدر يتابعها من خلال الانترنت من خلال صفحتنا على الفيسبوك ويوتيوب، وهنعلن عن كل ده مرانا وتكرانا عشان الناس تقدر تروح. دلوقتي نتيجه 65-29، حقيقه نتيجه كبيره بيطمنونا، فرق يمكن 35 نقطه او 36 نقطه الحقيقه، وفاضل 30 ثانيه والكوارتر الثالث ينتهي ان شاء الله. المباراه يعني ماشيه بشكل كويس لصالح النادي الاهلي، وده هيريحنا بشكل كبير. ارجع لكابتن نبيل. كابتن نبيل، عايزين نستعرض مشوار الفريقين. يمكن حضرتك قلت في البدايه ان المشوار كان يمكن ما كانش بالقوه الكافيه للفريقين، يمكن اول مباراه جامده ليهم جت بدري شويه، فنستعرض مشوار النادي الاهلي حتى الوصول لربع نهائي دوري المرتبط. اتفضل كابتن. النادي الاهلي كان في المجموعه الثانيه لعب اول مباراه الظهور، ففي الذهاب كسب 102-37، وبعد كده لعب الشمس كسب 84-64، بعد كده لعب طلائع الجيش كسب 90-77، بعد كده الظهور في الإياب 77-42، طنطا 76-59، بعد كده الفوز على طلائع الجيش الماتش الأخير في المجموعة 94-64. إذا فوزي في كل مباريات المجموعة، كل مباريات الحمد لله. دور الثمانية، دور الستاشر لعب جزيرة الورد كسب 86-49، وبعد كده في الإياب برضو لعب جزيرة الورد 101-54. تمام يا كابتن. طيب ده فريق الرجال. المرتبط بتاعنا عمل ايه يا كابتن؟ المرتبط اول مباراة مع الظهور برضو كسب 75-9، بعد كده مع الشمس 73-30، بعد كده طلائع الجيش 104-49، بعد كده الظهور تاني 73-17، طنطا 77-20، وطلائع الجيش 83-55. في دور ال 16 الفريق الاول قلنا ان هو لاعب جزيره الورد. بالنسبه للمرتبط لاعب برضو جزيره الورد وكسب 171 سوري 15، وفي الإياب 50-22. إذا النادي الأهلي لم يتلقى أي هزيمة خلال مشواره لفريق أو لدور الثمانية، سواء في المرتبط سواء في الدرجة الأولى. طيب. وهنا بشيد بكابتن إسلام الكيلاني صراحة، من المدربين اللي تحب تتفرج عليهم وهو بيمرن، مدرب كويس جدا بيبني الفريق بطريقة جميلة جدا. فريق مرتبط مدير فني المرتبط مكسب للنادي الأهلي، والسنة اللي فاتت كان ماسك مدرب الفريق الأول مع المجموعة، بس السنة دي لأهمية المرتبط نزل مسك المرتبط السنة دي. طيب الفترة الثانية يا كابتن، الثالثة خسرت 65-33 كده كويس، يمكن ماشيين دبل سكور الدنيا جميلة. كابتن كريم أجي لحضرتك، مشوار نادي الزمالك حتى وصوله لدور الثمانية، اتفضل يا كابتن. تمام. هو نادي الزمالك كان في المجموعة الرابعة، أول ماتش ليه كان قدام القناة خسر بفرق 4 بوينت، كانت مفاجأة دي كانت مفاجأة طبعا. بعد كده كسب أصحاب الجياد، بعد كده خسارة قدام سموحة، بعد كده فوز على سموحة. خسر كام يا كابتن؟
خسر قدام سموحه 71-61 تمام، فرق 10 بونت لسموحه. سموحه في اسكندريه طبعا فرقه محترمه، ولما بتكون طبعا في اسكندريه بيبقى ليها يعني تقل تاني طبعا. بعد كده الدور اللي بعد كده فاز على القناه تمام 63-59، بعد كده فوز على اصحاب الجياد 70-55، بعد كده كسب سموحه 78-63. اذن في البدايه وفي المجموعه الرابعه تلقى خسارتين نادي الزمالك، خساره امام القناه وخساره ايضا امام سموحه. مظبوط تمام كابتن اتفضل. تمام. بعد كده في دور ال 16 كان بيكروس مع فريق مصريه للاتصالات، خسر الماتش الاولاني بعد اكسترا تايم 75-73، بعد كده كسبوا الماتش اللي كان في الاياب 78-45. تمام. بس زي ما بقول لحضرتك النتائج دي يعني هنقول ان نادي الزمالك مر بمرحلتين، تمام. المرحله الاولانيه اللي هي كانت بجهاز فني بمحترف تاني، وحاليا جهاز فني تاني اخذ فرصه فتره توقف بمحترف تاني، فممكن نشوف فرقه تانيه النهارده. طيب تمام. مرتبط يا كابتن فريق نادي الزمالك مش ازاي، مشواره كان عامل ايه؟ تمام. هو مرتبط فريق نادي الزمالك اول ماتش ليه كان مع القناه، كسب القناه 64-55، بعد كده كسب اصحاب الجياد 76-54، وبعد كده خساره قدام سموحه 75-44، وبعد كده فوز على القناه تاني 54-20، فوز برده على اصحاب الجياد 66-42، وخسر برضه قدام سموحه 61-67. وفي دور ال 16 كسب المصريه للاتصالات في اول ماتش 53-37، وخسر 65-60. في مجمل المباريات تأهل نادي الزمالك لدور الثمانيه. مظبوط. لملاقات نادي الاهلي. طب يمكن ماتشات الديربي او ماتشات الديربي في دائما بين الاهلي والزمالك في اي لعبه بتشهد مولد النجوم، مولد نجوم كبار يعني بتشهد مولدهم، ودي على فكره في بدايه الفتره الرابعه لدوري لفريق المرتبط. والحقيقه زي ما قلنا انه النتيجه 65-33 دي النتيجه حتى الان، ودي الفتره الرابعه يمكن الدنيا مرتاحه شويه مع الفريق. خليني دايما اقول ان مباراه الاهلي والزمالك دايما بيبقى ليها لقطه طعم تاني، بيبقى فيه مولد نجوم زي ما شفنا السنه اللي فاتت ايهاب امين اتولد او الناس عرفته من مباراه الزمالك اللي كانت عندنا في الصاله، نفس الكلام بيبقى اي لعيب ينتظر هذه المباراه. كابتن نبيل يمكن النادي الاهلي عمل ميركاتو ولا اروع السنه دي في الصفقات في الالعاب الجماعيه، وقلنا ده ميركاتو تاريخي الحقيقه، حتى مش في كره السله بس، في اليد، في الطايره مش محتاجين الحمد لله ما شاء الله، ولكن في كل الالعاب سواء رجال او سيدات تم تدعيم الفرق بطلباتهم. استعرض مع حضرتك صفقات سله الاهلي النهارده اللي انضموا حديثا هذا الموسم. طبعا هو ثنائي الجزيرة عمرو الجندي وعمر طارق وأحمد حمدي القادم من كندا وكان بيلعب هناك في الدوري هناك، أحمد مهيب لاعب سبورتينج السابق والشوتر يعني هو بيمتاز بالتصويبات البعيدة ولعيب يعني كويس جدا. صحيح. محمد مصطفى مودي ابن من أبناء النادي الأهلي ولعب منتخب الناشئين ولعب بطوله عالم ورجع للنادي الاهلي. تالي لعب مع الاتصالات 3 سنوات بتهيألي يا كابتن. لعب مع الاتصالات 3 سنوات مصر التامين انا اسف 3 سنوات ورجع وكابتن اشرف توفيق طلب. طب كابتن كريم نستعرض كده يمكن النادي الاهلي 5 صفقات يعني اغلبهم ما شاء الله لاعبين نجوم في منتخب مصر مش بس نجوم في فرقهم. صفقات سله الزمالك. صفقات سلة الزمالك هنبدا بمعاذ ايمن. معاذ ايمن زي ما قلنا كان ناشئ من ناشئ نادي الزمالك، بعد كده راح نادي الجيش، بعد كده لما جه وقت ان هو يبقى في سن الدرجه الاولى رجع نادي الزمالك تاني. كريم حسن نفس القصه، وطبعا الابرز صفقه السنه دي هي المحترف ولتر هوج، فده طبعا يعني ابرز صفقه ليهم نادي الزمالك السنه. دول الثلاث صفقات يمكن هم ما كانوش معاهم السنه اللي فاتت وتم انضمامهم. مظبوط. لسله الزمالك. تمام. طيب خلينا نقول انه المباراه يعني المرتبط شغال دلوقتي يا جماعه، يا ريت برده تجيبوا لنا النتيجه ايه ولقطات من الماتش برده عشان نبقى شايفين الدنيا فيها ايه. طب كابتن يمكن اروح لكابتن نبيل، كان في مواجهات السنه اللي فاتت ما بين الاهلي والزمالك، 5 مواجهات انتهت على ايه؟ طبعا السنه اللي فاتت زي ما قلنا ان هو مش مقياس، برضو فريق الزمالك ما كانش في الحاله المثلى ليه، لكن النتائج بتاعته مع النادي الاهلي، الاهلي فاز في تحديد الميداليه البرونزيه والمركز الثالث في دوري المرتبط 91-81، لكن خسر في العوده
89 83 تمام. في الكاس الاهلي كسب 92-80، وفي دوري السوبر في الاياب 82-68، وفي العوده برضو كسب 93-83. تمام، يعني اربع فوز لواحد خساره. يعني يمكن السنه اللي فاتت كان في تفوق واضح للنادي الاهلي. وحتى يمكن يا كابتن كريم حتى الخساره تلقاها النادي الاهلي السنه اللي فاتت كانت يمكن مباراه كانت حسمت النتيجه النادي يعني كان تحصيل حاصل وخسر النادي الاهلي، صحيح ولا انا غلطان؟ مظبوط، هو دوري مرتبط طبعا بتركيبته اللي احنا كلنا يعني بقينا متعودين عليها بقالها كذا سنه، بتديك ماتشات كتير ممكن تكون تحصيل حاصل نتيجتها مش مؤثره، فطبعا كل ماتش بعد كده بيبقى ليه ظروفه، فممكن حاجه مثلا بتكون عندك اصابات او بتريح لعيبه او مثلا داخل على دوري السوبر او على مثلا ماتش كاس او حاجه زي كده، فبتضطر مثلا تريح لعيبه او تتعامل مع الماتش بظروفه، فطبعا الخساره في الوقت ده بتبقى مش انديكيشن قوي لحاله الفريق. تمام تمام، وعلى فكره فريق المرتبط دلوقتي النتيجه 70-33، نقدر بكل اريحيه نقول ان تم تقريبا بنسبه كبيره حسم اللقاء، والنادي الاهلي بشكل كبير هيكون خد نقطتين من المباراه، يعني بتهيألي صعب جدا يتم التعويض في الوقت ده. كابتن كريم خلينا نتكلم عن شويه تفصيل بقى فني، احنا استعرضنا مع الساده المشاهدين المعلومات اللي محتاجينها حتى عشان ياخدوا تصور عن المباراه، خلينا نتكلم فنيا. نادي الزمالك عنده مفاتيح لعب بيعتمد عليه نادي الزمالك، شايف نادي الزمالك ممكن يلعب ازاي؟ لانه نختلف او نتفق بس هيتفقوا في حاجات كلها جميعا، شايف ده هيحصل ازاي مع نادي الزمالك؟ طيب احنا ممكن نقول هو طبعا نادي الزمالك عنده مفاتيح لعب زي ما احنا قلنا، ان احنا مثلا بنتكلم على وولتر هوج بلاي ميكر وممكن يلعب في مركز اثنين، لو مثلا احمد حاتم لعب بوينت جارد، وعنده عمر هشام وعنده مصطفى كيجو تحت الباسكت وانس اسامه. تمام، لو جينا نقارن السكواد بتاع نادي الزمالك مع السكواد بتاع النادي الاهلي هنلاقي ان السكواد نادي الاهلي اتقل شويه. تمام تمام، فنادي الزمالك محتاج يركز على ان هو مثلا يبقى الديفنس بتاعه قوي ويستغل الفاست بريك كتير. تمام، لان هو لو جه في الاوفنس يدور على السبيشال سيتويشنز هتبقى الدنيا صعبه. تمام، لان الاهلي برضو عنده كي بلايرز كلهم بيعتبروا ديفندرات واطوالهم عاليه. تمام، فلو جينا مثلا نشوف هتعمل مثلا سويتش مع ابراهيم الجمال، عمرو الجندي، عمر طارق تحت الحلقه، تمام، عبد الفضيل، الكلام الناس دي الديفنس بتاعها عالي. تمام، فعشان خاطر تركز على السيت بلاي او يبقى مثلا السكور بتاعك في سيت بلاي هتجيب منه سكور كتير هتبقى الدنيا صعبه. دي لقطات من الماتش اللي اتلعب على صالتنا السنه اللي فاتت واللي انتهى فوز نادي الاهلي. اتفضل يا كابتن معلش. تمام، لا لا ابدا، فده يعني الزمالك لازم يركز على يعني انا متوقع ان احنا هنشوف ممكن زون ديفنس. الاسبان بيتميزوا بايه يا كابتن؟ يعني مدرب اسباني هنشوف ايه في الملعب جديد ما شفناهوش قبل كده؟ جديد ان هو هيخلي الكوره تمشي بسرعه. تمام، مش هيخلي الكوره مثلا مع لعيبه معينه غير مثلا وولتر هوج اكتر واحد، هيعتمد على ان الفرقه تجري كتير زي ما بقول لحضرتك، يعتمد على الفاست بريك وهيعتمد ان الفرقه الفيزيكال بتاعها يبقى عالي. صحيح الاسبان، ويمكن الدفاع كمان يا كابتن تايم بالظبط. الديفنس بتاعه هنلاقي ممكن بيعتمد على المان تو مان، طبعا ما بيلعبوش زون بالمعنى اللي احنا كلنا عارفينه، حتى لو هيلعب زون هيلعب زون هيبقى في نوع من انواع الماتش اب، مش هتحس ان في فرق قوي ما بين الزون وبين المان. خلينا نقول للساده المشاهدين الزون هو دفاع المنطقه والمان تو مان هو دفاع رجل لرجل. مظبوط. فحضرتك شايف انه الاسبان عامه بيعتمدوا على اللعب السريع، بيعتمدوا على الدفاع القوي، بيعتمدوا على التنظيم الهجومي شويه يعني، فطبعا انت يعني بتعول كثيرا عن المدرب الاسباني من غير شكل. طبعا حضرتك انا لما براجع السي في بتاعه لقيته مسك هيد كوتش في دوري الدرجه الثانيه في اسبانيا، وده دوري برده قوي. صحيح. تمام، وكان اسيستنت كوتش في دوري الدرجه الاولى في بعض الفترات. تمام، فزي ما بقول لحضرتك هو يعني اي بي سي كده، هيحاول يخلي اللعيبه الانديفيديوال بتاعها عالي. انا عايز اللعيب بتاعي يبقى الدريبل بتاعه كويس، شوطه كويسه، دخليته كويسه، اخلي اللعيب في حاله لوحده. بالظبط كده عالي، وبعد كده الهارموني مع الفريق طبعا هتيجي مع الماتشات، لان الماتش ده يعني مشكلته ان هو جاي بعد فتره توقف وهو ماتش اهلي وزمالك. تمام، فيعني بالظبط كده، انا نفسي جاي النهارده حاسس ان انا يعني انا قلقان، فما بال حضرتك باللعيب. تمام، صح. فهي دي ممكن نشوفه النهارده من الزمالك. طب كابتن نبيل نروح للنادي الاهلي، يمكن كابتن اشرف توفيق كان مع الفريق السنه اللي فاتت وهو عارف، يعني احنا شفنا نظام لعب، وصلنا فاينل دوري مرتبط، وصلنا فاينل كاس، لم نوفق ولكن وصلنا. شايف النهارده كابتن اشرف توفيق هيعتمد على مين؟ ايه مفاتيح اللعب بالنسبه لنا دفاعا وهجوما في النادي الاهلي؟
هو طبعا انا يعني اشرف كوتش اشرف اعرفه من زمان، هو بيعتمد في الديفنس وفي تغيير طرق الدفاع عامه ما بين زون ومان وماتش اب وبريس وبريس هاف كورت، يعني ضاغط وضاغط نصف ملعب، بيعتمد على الفاست بريك اعتماد اساسي، عنده العناصر اللي ممكن تعمل له كده، هو يعني تأدي المهام دي بنجاح كبير. كل الفرقه النجوم يعني مش اعتمد على حد معين، يعني ده بتأكد اعتقد كلام كابتن كريم ان السكواد عندنا احسن من نادي الزمالك. فهتلاقي تغييرات كتير وهتلاقي تغييرات سريعه لان هيعتمد على الفرقه كلها. احنا في اثناء التوقف لعبنا بعض المباريات الوديه سواء مع الطيران او الزهور او قناه، كان الفرقة شكلها كويس جدا. وبرضو عايز انوه هنا ان الزمالك عمل مجموعة مباريات كانت اخرها مع الجزيرة، وفعلا زي ما بيقول كريم ضيف ان الراجل الاسباني بيعتمد على اللعب الجماعي، يعني حتى ما بيعتمدش اعتماد كبير على ان الكرة تبقى في ايد المحترف اكتر من ان هو بيمشي سيستم تدور. الجزيرة كسب بس الماتش كان تجريبي، يعني الماتش كان تجريبي بس طبعا احنا كنا برضو كفرق بنبقى نبص على بعض نشوف الاخبار ايه. يعني اتوقع النهاردة ان المباراة اللي هيقدر يؤدي اداء او يقوم بشغل المدرب اللي هو عايزه، يعني المدرب اللي هو مطلوب منه، يعني مع الروح العالية مع القتال في الملعب هو ده اللي هيحسم النتيجة. طب خلينا نقول للساده المشاهدين ان نتيجه المباراه او مباراه المرتبط في الكوارتر الرابع او في الفتره الرابعه 77-39، خلاص تقريبا زي ما قلت لحضراتكم الفرق بيزيد، زي ما حضرتك 79 كمان 43 الفرق بيزيد، صعب جدا فريق يعوض في ثلاث دقائق هذا يعني ده بيقولوا الفرق الكبير في السكور. فاذا ان شاء الله دول اول نقطتين بيحصل عليهم النادي الاهلي وبتحطه خطوه قدام ان شاء الله الاقتراب من دوري الاربعه. يمكن كابتن نبيل كان في مباراة أمس كان الجزيرة والاتحاد وكان في مفاجأة، نادي الجزيرة كسب الاتحاد السكندري بطل الدوري وبطل الكاس في اسكندرية، وده زي ما قلنا بيدل ان الأداء في الملعب والتوفيق وعدمه والروح القتالية في الملعب ده ممكن يغير شكل أو يعني نتيجة مباريات. يعني كان أغلب الناس متوقعة ان الاتحاد هيبقى مباراة طبعًا بالنسبة له سهلة، كل الناس قالت كده. انا كنت لا، لان انا شايف ان فرقه الجزيره السنه دي ممكن تبقى الحصان الاسود بالرغم ان عمر طارق وعمرو الجندي انتقلوا، بس هم خدوا صفقتين برضو كويسين من النادي الاهلي. زائد ان الفرقه بقى متوسط العمر وما فيهاش نجوم، ما فيهاش حد تقول مثلا ده هو ده النجم اللي هديله الكوره. فاللعب بقى هيبقى جماعي اكتر، اللعب هيبقى اسرع، فعشان كده اتوقع ان هي تبقى الحصان الاسود بالنسبه للدوري يعني. وحصل يا كابتن. طيب اعزائي المشاهدين هنروح نشوف اخر اربع دقائق او ثلاث دقائق من مباراه المرتبط ونرجع لحضراتكم تاني. نضال قلنا الاند 1 وادي الرمي الحره الثانيه ما تجيش، يلم على طول فؤاد عمر طارق، ايه ده عمر عايز يلعب حاجه، دقيقتين 10 ثواني على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه. محمد طارق ياسين، محمد او ياسين عفوا، ياسين بيحاول يقترب وما بينجحش التسجيل لكن بيحصل على خطا شخصي على سيف نبيل، وسيف هاني عفوا، ورميتين حرتين لصالح نادي الاهلي. 47 الزمالك 79 الاهلي، خطا الشخصي على رقم 14 احمد عبد الرحمن من نادي الزمالك. ورجع ياسين في تسجيل الرمية الحرة الأولى، ياسين السعيد، والرمية الحرة الثانية ما بينجحش التسجيل، يلم نضال على طول العلوش لسيف هاني، سيف هو ده اللي ارتكب الخطأ الشخصي مش رقم 14، سيف علوش باك بيفوت ومعاه فؤاد وينجح في تسجيل نقطتين، هيضغط نادي الزمالك، طلع النادي الأهلي ياسين لفؤاد يهدى على ملعبه فؤاد، يسلم محمد طارق خيري، خلاص دقيقة اكلينيكان كده، مبروك النادي الأهلي 41 نقطة أو 31 نقطة. محمد طارق خيري دقيقة ونص على انتهاء الكورة الرابع، ياسين أنا جرب حظي ما جاتش، يلم الزمالك على طول سيف هاني بيجري بملعبه
يسلم لعمر اشرف لسيف هاني. سيف لسه مع محمد طارق خيري مش مديله فرصه. نضال بنتريشن. نضال وصل. نضال نجح. نضال في تسجيل نقطتين 80-51. وادي تغيير. سيف هاني خرج من الزمالك ونزل ادهم طارق رقم 15. دقيقه 9 ثواني على انتهاء المباراه. واقول لكم كده مبروك للنادي الاهلي وهارد لك نادي الزمالك اللي قدم مباراه كويسه ولا زال يؤدي في اخر دقيقه. وادي نضال من الزمالك مع كريم. كريم محمد يسلم ليه ادهم طارق. ادهم طارق محمد طارق خيري. لسه الاهلي بيدافع دفاع قوي. لسه كذا تخطف الكره لعمر اللي شاط، لكن هنا كابتن نوتشاو قال له تعالى مش محسوبه لان سيادتك كنت دايس على اللاين. اوت سايد على نادي الزمالك. 43 ثانيه على انتهاء الكوارتر الرابع والمباراه. مبروك للنادي الاهلي. هارد لاك نادي الزمالك في الجوله الاولى او مباراه الذهاب. وادي ياسين محمد طارق خيري. نشوف الاحداث الثواني المتبقيه هتسفر عن ايه. هل هيزيد في السكور ولا الزمالك هينجح في التضييق؟ وادي خطا شخصي على ادهم طارق لصالح النادي الاهلي واوت سايد للنادي الاهلي. 29 ثانيه 80 الاهلي 51 الزمالك. وادي محمد طارق خيري لياسين. تخطف على طول ادهم طارق يعمل الستيل يوصل ادهم لوحده. ادهم ما بينجحش في تسجيل. ادهم محمد طارق خيري. ياسين عمل معاه دفاع قوي جدا. يقلب الناحيه الثانيه عمرو انيس لكن ضل يقرا في السكه ويعمل الستيل. قرر ان هو يروح لوحده النبادي عايز يحط الدنك لكن ما بيجيش. وطارق محمد طارق خيري خلاص خلاص. مبروك للنادي الاهلي. انتهت المباراه بتقدم او بتفوق النادي الاهلي 80-51. مبروك للنادي الاهلي وتفوقه في المباراه الاولى وهارد لك لنادي الزمالك. والنهارده ده اليوم الاول وان شاء الله نلقاكم في مباريات اخرى. ما تنسوش ميعادنا هنتفرج على ماتش الاهلي والزمالك درجه اولى كبار الساعه 8:30 والمباراه الثانيه ان شاء الله يوم السبت القادم. شكرا لكم اعزائي المشاهدين على حسن المتابعه والمشاهده. كنت معكم معلقكم الرياضي احمد مناع. على ان نلتقي بكم مره اخرى. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بحضراتكم من جديد. في البدايه بحب انوه ان اللي مش قادر يتفرج على شاشه التلفزيون في بث مباشر على صفحتنا على الفيسبوك وعلى اليوتيوب شانل يقدر يتابعنا طبعا من خلال الانترنت. يهمنا جدا رايكم ويهمنا جدا مسانده اكيد الفريق. وبنحب نبارك لفريق المرتبط اللي فاز الحقيقه في المباراه الاولى على نادي الزمالك ودي ادت للاهلي نقطتين. الخسران بياخد نقطه والكسبان بياخد نقطتين. الف مليون مبروك. ان شاء الله مباراه الفريق الاول هتنطلق بعد تقريبا 45 دقيقه من الان وهنذاعها مباشر على شاشه قناه النادي الاهلي. كابتن نبيل يمكن اجل حضرتك خلينا برضو ندي الفريق المرتبط حقه ونستعرض اسامي او قائمه فريق النادي الاهلي للمرتبط. اتفضل يا كابتن. بالنسبة للاعبين 10 عبد الرحمن طارق، 13 ياسين علاء، 8 سيف كايدار وده ابن كايدار هنداوي، كايدار هنداوي، 6 ياسين محمد، 4 محمد طارق خيري وده ابن طارق خيري المدرب السابق للنادي الاهلي والمدير الفني ومدير الحالي لنادي الجيش، 12 كريم عمرو، 14 فؤاد احمد، 3 بلال محمد، 11 كريم مسلم، 5 مهاب احمد، 7 حازم محمد، 15 كريم محمد كريم. تمام يا كابتن. دي كانت قائمه فريق المرتبط وطبعا المدرب كابتن اسلام الكلاني. كابتن كريم قائمه نادي الزمالك لفريق 16 سنه. تمام. خلينا الاول نقول لهم هارد لك وطبعا دي فرصه كويسه ان احنا بنقول اساميهم بحيث ان هم ان شاء الله يبقوا نواه بعد كده للباسكت سواء في نادي الزمالك او منتخب مصر او حاجه زي كده. فدي فرصه كويسه برده الناس تعرف الاسامي. فهنقول ادهم طارق رقم 15، عمرو اشرف عبد الفتاح، عمر اشرف عبد الفتاح رقم 7، احمد نهال رقم 5، جمال احمد عثمان رقم 11،
محمود عبد المحسن رقم 8، محمد أسامة 6، يوسف وليد 15، سيف الدين هاني 14، مازن عبد الفتاح 9، أنس محسن 12، وائل محمد عبد الله رقم 13. تمام. طب كابتن كريم، خلينا يعني نروح شوية للسنة اللي فاتت. السنة اللي فاتت كان طبعا احنا قلنا 4-5 مواجهات، النادي الأهلي فاز بأربعة، نادي الزمالك فاز بواحدة. هل ده بيبقى طبيعي في كرة السلة؟ ده مؤشر عن السنة دي ولا الوضع قد يكون مختلف؟ قد نشوف فرقة تانية؟ يعني التغيير في كرة السلة في المستوى أو الاختلاف في المستويات بيأتي سريعا أم بياخد وقت؟ لا، هو طبعا بياخد وقت. خلينا نقول ان الفرق ما بين السنه اللي فاتت والسنه دي، ان السنه اللي فاتت السكواد بتاع الاهلي كان قوي، كانت الفرقه مركزه واقفه على رجلها، بتاخد الماتشات دي بجديه. خلينا نقول ان السنه دي الاختلاف ما بين يعني ما بين الزمالك السنه اللي فاتت والسنه دي زي ما قلنا في المحترف وفي المدرب، دي حاجه لسه هنشوفها مع بعض، نشوفها في المباراه بالظبط كده. لكن يعني طول عمر النادي الاهلي بياخد ماتشات الزمالك بجديه جامده جدا. صحيح. تمام. صحيح. لان هو اللعيبه والجهاز الفني والاداره وجمهور النادي الاهلي مقدر يعني ايه ماتش اهلي وزمالك تحت اي مسمى من المسميات. تمام. فزي ما بقول لحضرتك، ماتش الاهلي والزمالك بيخلي اللعيبه، حتى لو سي لعيب مثلا ممكن يكون مش في مستواه بقاله فتره مثلا حاجه زي كده، بيديله بوست او دفعه ان هو يطلع كل اللي عنده. تمام. فدي حاجه طبعا تدي اللعيبه السنه دي زي ما نقول ثقه ان هي ليد السيريز ما بين او المواجهات ما بين الاهلي والزمالك السنه اللي فاتت. فدي تبقى بالنسبه لهم ان شاء الله يعني نقول ستيب ان هم يحطوا رجليهم عليها، ان هم يبداوا مكملين، يفضلوا مكملين السنه دي على نفس على نفس النهج. طب كابتن، خليني اقول لك ان دايما يعني الناس المتابعه لكره السله والخبراء والمدربين دايما بيقولوا ان فريق نادي الزمالك اقوى تحت الحلقه. يمكن عنده كيجو، عنده انس، عنده مجموعه من اللاعبين برده كويس تحت الحلقه. هل الموضوع ما زال لغايه دلوقتي موجود، ولا حصل تغيير مع يعني مع الفكر الاسباني اللي بيعتمد على كل اللاعبين؟ هل نادي الزمالك بيتمتع بهذه الصفه حتى الان؟ هو طبعا تحت الحلقه عنده اثنين لعيبه مهمين، يعني بنتكلم زي ما قلنا ان عنده كيزو وعنده انس، وعنده برده من سنتين كان حازم برده كان مشارك في القوه تحت الحلقه. تمام. بس طبعا النادي الاهلي السنه اللي فاتت والسنه دي اقوى. تمام. يعني لو جينا نستعرض اللعيبه مثلا اللي تحت الحلقه عند النادي الاهلي، هنلاقي مثلا سيف سمير. تمام. هنلاقي مثلا سلعاوي عنده مميزات ان هو بيلعب تحت الحلقه، هو طويل وبعدين بيجري، يقدر يلعب بره، عنده بنتريشن. فطبعا كان قوه اللي تحت الحلقه. وهنقول برده الزياده السنه دي عمر طارق، ونقدر نقول عبد الفضيل السنه دي برده، لان السنه اللي فاتت كانت بالظبط حمدي اللي هو برده احمد حمدي بالظبط. تمام. والاضافه طبعا احمد حمدي، يعني طبعا هو النهارده يعتبر اول ماتش قوي ليه، فان شاء الله يؤدي كويس النهارده. فلا، السنه دي الكفه تحت الحلقه بالنسبه للاهلي هتبقى اتقل شويه من الزمالك بعد الصفقات الجديده. بعد الصفقات الجديده طبعا. تتفق مع كريم في الكلام ده يا كابتن؟ طبعا الكلام ده برضه. الزمالك يميز الاثنين لعيبه اللي هم بوفيتات بتوعه انس وكيجو، ان هم يعني بيلعبوا اوتسايد بلاير شويه، يعني ممكن يطلعوا بره، ممكن يطلعوا يدخلوا لياب، وممكن بيشوط برضه كيجو من بره. فده يعني برضو مفتاح ليهم، يعني ميزه عندهم. احنا بس عندنا احمد حمدي دلوقتي يقدر يطلع مع انس شويه. عندنا فضيل برضو بيطلع لبره كمان، بيقدر يدافع بره تاتا بونت، بيتحرك على رجله كويس على فضيل. زي طبعا الكوتش اشرف عارف الميزه دي عندهم، فمرتب ان هو ازاي يلعبهم. بعد كده عندنا كمان ما ننساش احسن، يعني انا في رايي ان هو احسن محترف في الدوري المصري اللي هو أليكس يونغ، بيلعب ثلاثة وبيلعب أربعة، وبيعرف يمسك اللعيبة اللي هي الطوال برة، وبيعرف يمسكهم تحت السلة. فده برضو ميزة، يعني ده ميزة عندنا. وبيتميز بتهيألي اللي شفناه السفات بيشوط برة. لا، هو شوتر ودشر، هو لعيب صراحة أنا في رأيي إن هو يعني أحسن محترف يعني أحسن محترف في. خلي لعب قبل كده في الدوري الروسي، والدوري الروسي معروف يا كابتن، حضرتك عارف الدوري الروسي عامل إزاي، يعني دوري قوي، فجاي لنا من دوري أوريدي قوي هو. قوي. طب كابتن، خليني نتكلم عن لاعب مهم جدا، يعني لاعب أنا شايف إن هو كان ليه دور كبير السنة اللي فاتت إنه يوصل الفريق للمستوى ده، يمكن احمد حاتم او البوينت جارد بتاع النادي الاهلي. حاتم اسمه نادي الزمالك قصدك؟ لا، اللي اسف، النادي الاهلي البوينت جارد بتاعه اللي هو حاتم بحيري. حاتم بحيري، انا اسف. حاتم بحيري السنه اللي فاتت يمكن كان ليه دور كبير،
كان بيمسك اسماعيل احمد فترات من الفترات، وكان بيقدر، شايف ليه دور مهم النهارده؟ اه طبعا حاتم بحيري كصانع لعب مركز واحد طويل، يعني يعتبر من اطول صناع لعب في. طب معلش استاذنك كابتن، اسف وضعت حضرتك، بس احنا لازم نروح لمراسلنا طبعا محمد توفيق من صاله هيئه قناه السويس وبعض اللقاءات. اتفضل يا محمد. مساء الخير يا كابتن هيثم، برحب بحضرتك وكل مشاهدي قناه النادي الاهلي في كل مكان. يتجدد اللقاء وابطال الصالات ويوم جديد ومباراه النادي الاهلي والزمالك في دور الثمانيه لبطوله دوري المرتبط. يمكن ثواني وتبدا ان شاء الله مباراه الاهلي والزمالك. يمكن منذ لحظات انتهت مباراه المرتبط 2005 و2006 بفوز عريض للنادي الاهلي على نادي الزمالك بنتيجه 80-51. يمكن يسعدنا يكون معانا يعني عقب انتهاء اللقاء كابتن اسلام الكيلاني المدير الفني لفريق النادي الاهلي لفريق المرتبط 2005 2006. انا كابتن اسلام الف مبروك، فوز كبير اعتقد يخلي الفريق الاول داخل المباراه مرتاح بشكل كبير. أنا وسهلا بقناة النادي الأهلي الأول، والله يبارك فيك. الحمد لله، يعني ماتش مهم طبعا، كل خطوة مهمة في إن شاء الله إن احنا نوصل لنهائي دوري المرتبط، بس ده يعتبر شوط، وإن شاء الله لسه بالنسبة لنا احنا الشوط الثاني، الماتش الثاني. طبعا الفوز ده بيدي أريحية شوية بسيطة يعني للدرجة الأولى، لكن طبعا إن شاء الله الدرجة الأولى، والنادي الأهلي دايما متعود إن هو يكسب، يعني ما فيش حاجه اسمها حد بيعتمد على حد. ان شاء الله الدرجه الاولى النهارده تكمل الخطوه الاولانيه وتكمل بانتصار ان شاء الله، وربنا ييسر ان شاء الله. كابتن اسلام، كان دايما دور المرتبط بيبقى 18 سنه، السنه دي نزلوا بالسن شويه بقى 16 سنه هو فريق المرتبط. شايف دوت مدى الاستفاده الفنيه منه؟ بتتكلم مع الولاد ده في كده في السن دوت يكون نتائجه مربوطه بالفريق الاول ازاي؟ بص، هو الموضوع دوت الاتحاد عمله علشان يتواكب مع بطولة أفريقيا للسن ده، وهي حاجة كويسة بتفيد الولاد فنيا، لكن طبعا بتلاقي فرق في المستوى بين 18 سنة و 16 سنة. يعني لو اتفرجت على الماتشات السنة اللي فاتت وقارنتها بماتشات السنة دي هتلاقي كمية غلطات أكتر، لأن السن ده بيتأثر بالغلطة، عكس الولد ال 18 سنة هو لعب فترة أطول وخبرات ماتشات أكتر. احنا بنحاول مع الولاد ان انت تهيئهم نفسيا ان هو يبقى داخل، يعني هو ما بحاول ان انا ابعده عن حته ان انت المسؤوليه عليك وان الدرجه الاولى بص عليك، بنقولها له بشكل يبقى عارف ان هو يعني الجيم بتاعه ده ليه قيمه، لكن ما يخليش ان انت عبء نفسي عليه. دي حاجه طبعا يعني صعبه ان انت توصلها له بشكل مباشر، وحصل النهارده كذا مره ان زي ما انت شفت ان الجيم الحمد لله في الاول كان ماشي اكوال شويه، فرقنا شويه، ابتدت الولاد تحس ان الجنية سهله وبسيطه، فلازم يتعلموا. دي المواقف اللي هتعلمهم ان شاء الله نوصل بيها للفاينل، دي حاجات تراكميه، فان شاء الله هم، انا فخور بيهم النهارده ان هم عملوا جيم كويس. شكرا كابتن، واتمنى لك التوفيق ان شاء الله في مباراه العوده باذن الله. كابتن هيثم، مكملين لقاءاتنا ومعانا اثنين يعني من ابرز اللاعبين النهارده في المباراة، معانا كريم عمرو لاعب الفريق. يعني كريم، ألف مبروك الفوز النهاردة، يمكن فوز مريح بعدد كبير فريقين عن نادي الزمالك، يعني شايف النتيجة دي ازاي وأداء فريقه؟ والكلام كابتن النهاردة كان معاكم كابتن إسلام قال لكم قبل المباراة، كان بيشجعنا وإن الماتشات لازم تكون أهلي وزمالك، دي ماتشات مهمة وغير ماتشات تانية، أهلي وزمالك دي ماتشات خاصة، يعني لازم نكون أحسن حاجة، يعني نعمل أحسن حاجة عندنا ونشد حيلنا ونركز فيه وما نسرحش، لازم نركز في الماتش من بدايه اليوم. معنويا وفنيا فرق معاكم انكم بتلعبوا مرتبط السنه دي، نتائجكم مربوطه بنتائج الفريق الاول؟ اكيد طبعا، لو خسرنا ماتش ممكن هم يخسروا ماتش، ف يتعلق معاهم نخسر ماتشات، لازم احنا نكسب ماتشين عشان نساعدهم هم يكسبوا ماتش ونساعد. شكرا، اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي. مكملين لقاءاتنا كابتن هيثم، ومعانا كمان كريم حاتم لاعب فريق النادي الاهلي المرتبط. يعني كريم، الف مبروك الفوز النهارده، فوز كبير اعتقد كمان قدام نادي الزمالك، الفوز بيبقى له طعم احلى. طبعا الحمد لله، طبعا احنا برده تعبنا طول السنه الحمد لله، وكابتن اسلام برده تعب معانا، والحمد لله يعني كان فوز طبعا مهم جدا، نادي الزمالك في خصم كبير يعني مش سهل، الحمد لله. لسه برده النتيجه ما اتحسمتش في مباراه عوده، يعني باصين زي لمباراه العوده يوم السبت ان شاء الله. ان شاء الله، يعني فيرست تيم كمان ان شاء الله، يعني احنا بنسند بعض دايما في المباريات المهمه زي الاهلي والزمالك وزي مثلا الاتحاد السكندري ان شاء الله.
عفوا. اتمنى لكم التوفيق في اللي جاي كابتن هيثم. دي كانت لقاءاتنا من هنا من صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه ووقائع مباراه نادي الاهلي والزمالك في بطوله الدوري المرتبط في دور الثمانيه. ان شاء الله متواصلين مع حضرتك في قادم المواعيد ونوعدك بتغطيه شامله كامله من هنا من صاله هيئه قناه السويس. كلمه ليك كابتن هيثم. الزميل محمد توفيق بشكرك شكرا جزيلا. لقاءات مهمه كانت مع فريق المرتبط اللي فاز النهارده 80-51 على فريق نادي الزمالك. وده اولويه، وده بوش جامد لفريق الدرجه الاولى. طبعا لو فزت بالمرتبط ما يكفيش ان انت تتاهل، لازم تفوز ايضا بفريق من او مباراه من المباراتين. انا جالي حالا اسماء الحكام اللي ان شاء الله هتحكم المباراه. يمكن الحكم اول محمد المنشاوي، ده حكم كبير، حكم دولي. حكم ثاني محمد ابراهيم، حكم ثالث تامر يحيى. الحقيقه ثلاث حكام من الحكام الكبار الحقيقه، كلهم دوليين وكلهم لهم تاريخ كبير. ان شاء الله اكيد كعنصر من عناصر اللعبه اكيد بعد المباراه اكيد هنقيم اداء الحكام. ولكن بتهيألي يا كابتن نبيل الحكام اسم كبير، يمكن اتحاد السله حط ثلاث اسماء كبار للمباراه. طبعا هي مباراه كبيره طبعاً. فلازم يبقى الحكام على قد المباراه. فلا الحكام طبعا حكام كويسين جدا ومحايدين جدا، ونتمنى المباراه تمشي معاهم بطريقه كويسه باذن الله. اكيد يا كابتن. طب قول لي يعني فريق الـ يعني او المباراه بتاعت الفريق الاول هتشهد طبعا يعني زي ما احنا متوقعين ان ماتش ديربي هيروح ويجي كذا مره، وهيبقى فيه شد عصبي وهيبقى فيه دايما الجيم هيبقى كلوز. نصيحتك ايه للاعبين للجهاز الفني؟ يعني شايف ازاي المباراه دي تدار يا كابتن؟ هو المباراه بالنسبه للاهلي لازم يبقى اعصابهم متماسكه وفي نفس الوقت يأدوا بقوه وما يبصوش للحكام. يعني الحكم بشر، ممكن يخطئ ممكن يخطئ وممكن يصيب وممكن يخطئ لصالحك وممكن يخطئ للفرقه الثانيه. فانا ما بصش لاخطاء الحكام، العب بقوه والعب واحاول انفذ اللي مطلوب مني في المباراه سواء كتيم او سواء كافراد. هم برضو المفروض ان الفرقتين عارفين بعض كلعيبه وحافظين بعض، فده بيبقى مباراه داخليه ما بينهم وبين بعض. يعني ازاي اقدر انا عارف ان انا هنزل همسك اللاعب دوت، بحط ليا انا طرق ان انا ازاي اقدر اوقف نقط القوه بتاعته واستغل نقط الضعف بتاعته. الهجوم السريع هو مفتاح الفرقتين، والاستحواذ على السلتين اللي يقدر يعمل كده هتبقى المباراه سهله بالنسبه لي. يعني كابتن نبيل كريم اكيد ليك تعليق على كلام كابتن نبيل. يمكن كابتن نبيل قال كلمه مهمه جدا، الريباوند في الـ في الـ في, الـ في الدفاع والهجوم. الريباوند يمكن هو بشكل كبير بيحسم اللقاء. اتفضل يا كابتن. تمام. وعلى فكره دي برضو انا اسف يا كابتن، دي احماء الفريقين من ارض الملعب، ودي لقطات حيه لتغطيتنا المباشره. يعني يمكن ان شاء الله مش هتشوفوا الكلام ده غير على شاشه قناه النادي الاهلي. احنا الشاشه الحمد لله رقم واحد الحمد لله، وشاشه يعني بتحترم جمهورها، فلازم يكون تغطيتنا لاي مباراه بقدر وقيمه النادي الاهلي. انا اسف يا كابتن قطعت حضرتك، بس لازم الساده المشاهدين يبقوا معانا. طبعا يا كابتن هيثم، هي الحقيقه حاجه مشرفه جدا، وربنا يكمل النهارده بمكسب باذن الله، الصوره كامله باذن الله. يعني هرجع بس خطوه لورا الاول. احنا زي ما كنا بس بنقول في الاول ان ده ماتش اهلي وزمالك، ماتش مهم، ومشكلته ان هو جاي بعد فتره توقف، مش متوقعين نشوف احسن باسكت من النادي الاهلي. تمام. او ممكن العكس. تمام. احنا بنتكلم على سيتويشن ان فرق كانت مريحه بقالها كتير. هنستثني ان النادي الاهلي ثلاث لعيبه اللي كانوا موجودين في المنتخب، عمر طارق عمرو الجندي وعمر طارق وعمر الجندي وإيهاب أمين. تمام. وحاتم بحيري طبعا كان في المنتخب بس بعد كده جاله فيروس والحمد لله يعني ربنا. واحمد ابو النصر كان الاكيلس وجهه، واحمد ابو النصر بالظبط كان برده الاكيلس وجهه. الدنيا ايه عنده احمد النصر جاهز؟ ما جالناش اي معلومه ان هو مش هيلعب. يعني هنستنى ان شاء الله نشوف مع بعض كده ان شاء الله، بس انا متهيألي ان هو يعني كويس جاهز، محدش اكد لنا ان في اي اصابه. تمام. فعشان تتغلب على ان انت بتلعب ماتش اهلي وزمالك في تركيز عالي، في توتر مثلا، وجاي بعد فتره توقف، لازم اول حاجه الروح. تمام. صحيح. وروح النادي الاهلي هنعرفها مش في الملعب، هنعرفها في البنش. تمام. تمام. لما هنبص على البنش بتاع النادي الاهلي هنعرف الروح بتاعت اللعيبه جوه وبره عامله ازاي، لان الروح دايما بتبدا من بره. تمام. البنش لو الروح بتاعته جامده هيقدر ينقل الروح دي للعيبه في الملعب، فتقدر اللعيبه، لان متوقع النهارده زي ما بقول لحضرتك مش هتلاقي باسكت عالي قوي، فناخد بايدين بعض في الاخطاء، ناخد بايدين بعض في السكور مثلا، في ترايات مثلا ما جاتش او حاجه زي كده، او حد عمل تيرن اوفر او حاجه زي كده. فاول حاجه الروح. تاني حاجه زي ما الكابتن نبيل قال، ما نتشدش مع اي فاكتور خارجي، ما لناش دعوه بالحكام، ما لناش دعوه باي مؤثر خارجي تاني. لازم نركز، لازم نبقى مركزين في اعلى مستوى تركيز لينا، لان زي ما بقول لحضرتك احنا عندنا مشكلتين، ماتش اهلي وزمالك وماتش جاي بعد توقف. صحيح. ف
فهم دول نقطتين يعني يساعدوا الفرقه النهارده ان شاء الله انها تعدي ماتش النهارده باذن الله. طب دي من الناحيه النفسيه او التاهيل او كده كابتن، من الناحيه الفنيه يمكن كابتن نبيل قال الريباوند تمام. طب انا عايز اقول حاجه برضو يعني، طب التيرن اوفر اخباره ايه؟ هل مهم في مباراه زي دي ولا تتوقع يبقى التيرن اوفر عالي عشان ما فيش احتكاك حصل قبل كافي؟ ده متوقع طبعا، لان هو بس التيرن اوفر اكيد هيأثر، هيأثر بشكل التيرن اوفر اللي هو الكور المقطوعه او الاخطاء اللي في الملعب، الكور المقطوعه من الفرقه اللي هي زي ما بيقولوا ان فورسد ايرور، ان هي انت ما حدش بيجبرك انك تعمل الخطا ده، لكن هو فلازم نقلل التيرن اوفر على قد ما نقدر لانه عشان ما يبقاش عامل ضدنا تمام. طبعا كابتن نبيل قال كلمه مهمه جدا، انك تحافظ على الريباوند في السلتين تمام، ده هيخليك تعمل ديفنس قوي بحيث انك تجبر الفرقه الثانيه انها تاخد التراي بتاعها في اخر الهجوم، في اخر ال 24 ثانيه، في اخر زمن الهجمه، فتقدر تخلي التراي مش كويس قوي مرتاح. فالفرقه الثانيه بتبقى مش واخده البوزيشن بتاعها تحت الحلقه مظبوط، وده احنا عندنا دلوقتي لعيبه او خامات نقدر نعمل كده تمام، بحيث ان احنا نقدر نعمل سويتشات من بره، نقدر نحافظ على اللعيبه الطوال بتاعتنا تحت الحلقه صحيح. ما نخليهاش تطلع بره، فبالتالي الريباوند يبقى بتاعنا صحيح. يا كابتن وحضرتك يعني اكدت على نقطه معينه ان الريباوند مهم جدا، وخليني استعرض معاكم كمان المراكز، هنروح للعيبه والمراكز وتوقعاتكم للبدايه، مين هيبتدي بمين، ده هيبتدي بايه، ده هيبتدي الدنيا تبقى ماشيه ازاي. بس خلينا نطلع لفاصل اعزائي المشاهدين، هنطلع لفاصل سريع وارجع لحضراتكم عشان نستأنف تغطيتنا المتميزه لمباراه الاهلي والزمالك. اهلا بحضراتكم من جديد، مكملين معاكم تغطيتنا لمباراه القمه ديربي القاهره لكره السله ما بين الاهلي والزمالك في دور الثمانيه من دوري المرتبط. ودايما بحب انوه في كل توقف ان احنا اللي مش هيقدر يتفرج علينا على شاشه التلفزيون يقدر يتابعنا على طبعا قناتنا على اليوتيوب، وايضا يتابعنا على صفحتنا على الفيسبوك. الحقيقه جت لنا منذ لحظات قائمه او التشكيل اللي اختاره المدير الفني الاسباني من نادي الزمالك كابتن كريم، اتفضل. تمام، احنا جالنا التشكيل ناقص لعيب، بس خلينا نبدا بالاسامي المتاحه حاليا. احنا عمر هشام تمام بيلعب في مركز 2، احمد حاتم بوينت جارد، كريم الدهشان 1 و2، اسلام سالم 3 او 2، تحت الباسكت انس اسامه ومصطفى كيجو، وطبعا المحترف وولتر هوج، محمد مصطفى، كريم محمد، مصطفى مشعل، وهيثم السحرتي. طب كابتن يعني اتهالي صعب اقول لك يعني تتوقع مين اول خمسه، بس يعني ده هيبقى نوع من انواع او ضرب الخيال، لان احنا ما شفناش الراجل الاسباني بيعتمد على مين لسه، بس من توقعاتك انت بحكم خبرتك مع الفرقه دي على الاقل مين اللي ممكن يبقوا اول خمسه يبتدي؟ ممكن اول خمسه طبعا هيبقى وولتر هوج بوينت جارد، في مركز 2 هيبقى عمر هشام، مركز 3 هيبقى ممكن مصطفى مشعل، وتحت الباسكت انس اسامه ومصطفى كيجو. طيب مش شايف ان انس ومصطفى ممكن يتقلوا الملعب شويه؟ يعني اتنين بيلعبوا خمسات هم المفروض، بس شايف ده ممكن يتقل الملعب ولا ده يبقى؟ ما هو زي ما بقول لحضرتك اللي هيحكم هنا التيمبو بتاع الجيم اللي عايز يلعب بيه المدرب الاسباني تمام. ممكن يكون عايز مثلا في الاول يبدا قوي تمام، فيحط الفايف ستاندنج بتوعه جامدين جدا، فيبدا ياخد زي ما نقول ايه الانطباع الاولاني او الخطفه الاولانيه ان صحيح. هو يقدر يدخل اللعيبه بتاعته في الجيم بدري صحيح. تمام، لان دي حاجه هتبقى النهارده مهمه، اللي هيقدر يخش في الجيم بدري هو ده اللي هيكسب، او على الاقل بشكل كبير هيسهل الدنيا عليه. صحيح يا كابتن، خلينا اقول لحضراتكم دي لقطات حيه من ارض الملعب في تسخين الفريقين، والحقيقه واضح ان الدنيا خلاص يعني في اخر التسخين عشان انطلاق المباراه. طيب احنا كنا كاميرا الابطال استعدادا للمباراه، صورنا تقرير مع المدير الفني الكابتن اشرف توفيق وابو النصر واحمد مهيب، خلينا نشوف التقرير وجاي لحضراتكم تاني. وطبعا احنا بنستعد من فتره لمباراه الزمالك، فعملنا دي تاني مباراة تقريبا شبه كاملين يعني، و يعني بينا يعني احنا لان الزمالك مدرب جديد بقالنا كتير قوي، احنا لعبنا اللي هم لعبوا فمش عارفين حاجه عنهم كفايه، انما احنا دي مباراه نهائيه في اطار استعداداتنا لجيم الزمالك فعلا. الماتش اللي جاي ده ماتش مهم جدا، احنا من دلوقتي يعني بنستعد له يمكن قبل كده،
دي تاني تجربة بعد ما لعيبة المنتخب رجعوا والتلاتة اللي كان إصابات كورونا. فالحمد لله يعني احنا بنحاول نجز على قد ما نقدر، لسه كنا لاعبين مع بعض يعني شوية، لسه مفيش كيمستري قوي، لكن الدنيا الحمد لله بترجع واحدة واحدة. وأكيد ماتش الزمالك ماتش مهم جدا ينقلنا في خطوة تانية يعني سيمي فاينل. فان شاء الله يعني ادينا اهو بنحاول وربنا يسهل ان شاء الله. هو الباسكت يعني موضوع ان احنا نلعب مع بعض دي مهمه جدا، فدي بتاخد وقت. يمكن ظروف الكورونا وظروف المنتخب والتوقف ما قدرتش تساعدنا يعني شويه، لكن ان احنا بنحاول كابتن اشرف يعني بيحاول الصبح وبالليل ان احنا نتمرن مع بعض عشان الكيمستري دي مهمه جدا. ماتش الزمالك يعني ماتش مهم جدا زي ما قلت، ان ده ماتش قمه يعني، ديربي الاهلي والزمالك يعني دايما بيبقى الموضوع مختلف. فان شاء الله يعني باذن الله نكون مستعدين ليه كويس جدا. بدانا الحمد لله ده تاني ماتش ودي نلعبه مع بعض. الحمد لله شكل الفرقه بدات نوعا ما انها تحفظ بعض شويه. طبعا عندنا صفقات جديده، عندنا ناس جديده وناس قديمه، التوليفه بتبقى صعبه شويه، بس واحده واحده مع الماتشات والحمد لله احنا الكيرف بيال عندنا، وان شاء الله نبقى ماتش الزمالك جاهزين باذن الله. اهلي زمالك بيبقى ليه طابع خاص في مصر يعني، وبالنسبه لنا احنا كمان كلاعيبه عشان نفسنا نفرح الجمهور بتاعنا، فبيبقى ليه يعني ترتيب خاص شويه بعيد ان احنا طبعا بنبص ان احنا بنلعب على الدوري وبنبص للفاينل اكتر، بس بيبقى هدفنا في ماتش اهلي زمالك ان احنا يعني نكسب بصوره تليق بالنادي الاهلي يعني. ده كان لقائنا مع الكوتش اشرف توفيق ومحمد ابو النصر وايضا احمد مهيب. الدنيا اللعيبه مركزه، عارفين قيمه الماتش كويس جدا، وكان ده واضح على كلام اللعيبه، وعارفين واجتمعوا كلهم او اللعيبه او الجهاز الفني ان نادي الزمالك يمكن شكله مختلف، ما حدش قادر يحدد يعني جيدا شكل نادي الزمالك ايه، لان في جهاز فني اتغير، في لعيبه جد، في محترف جديد. فبرضو اجمعوا الكوتش اشرف توفيق واللاعبين على انه لسه برضو موضوع نادي الزمالك مبهم، ويمكن ده يمكن هيكون دافع النادي الاهلي يلعب بكل قوته وان هو يقدر يحترم المباراه بشكل جيد. كابتن نبيل، اجل حضرتك، يمكن انا عارف انه صعب التنبؤ يعني بالخمسه سواء في الفرقتين، بس من وجهه نظر حضرتك مين الخمسه اللي ممكن يبتدوا في النادي الاهلي؟ هو في الاول هقول ان مش صعب التنبؤ، هو صعب التنبؤ في ال 12 يعني لولا ان مثلا في ال 12 يعني لولا ان احمد السلعوه مصاب كنت ما اعرفش مين اللي في 12. بس هو طبعا احنا هنتنبأ ان هو هيبتدي بواحد من صناع اللعب، لا اما مودي لا اما حاتم، على اساس ان مودي الصغير لسه منتقل جديد فممكن ما يبتديش بيه. لا اصل حضرتك مودي الجرحي، مودي الجرحي او حاتم البحيري. حاتم البحيري تمام. بالنسبه لمركز 2 فإيهاب امين، بالنسبه لمركز 3 عمرو الجندي، بالنسبه لمركز 4 هو أليكس يونغ. وعلى فكره ان هو الاهلي فيه حاجه ان أليكس يونغ وعمرو الجندي بيلعبوا 3 و4 يعني ممكن في الملعب ما تعرفش مين اللي هيلعب 3 ومين اللي هيلعب 4، ممكن ياخدوا مكان بعض. فممكن ياخدوا مكان بعض حسب مين ماسكهم. كلام محترم طبعا. وطبعا 5 اعتقد هيبدا بعمر طارق. بعمر طارق 5. طب من وجهه نظر حضرتك يعني من وجهه نظر المدير يعني من وجهه نظر حضرتك كمدير فني سابق، انت مباراه زي دي تحب تلعبها بالفول باور يعني تنزل بلعيبتك الجامدين كاملين من الاول، ولا ممكن تبتدي ب 60% من قوتك او 70% لغايه ما تشوف الدنيا فيها ايه؟ رايك ايه يا كابتن؟ هو طبعا يعني حتى مع التشكيل اللي انا قلته ده ممكن يبقى ده برضه مش التشكيل الاساسي اللي في مخ اشرف توفيق. طبعا يعني احنا بنتكهن. لا انا قصدي ان هو ممكن يكون عنده عناصر ثانيه برضه هو مخبيها يعني تكون جاهزه حسب التمرينات وكده هو. بس انا قلت المجموعه اللي هي يعني يعني مثلا كانوا في المنتخب وخبره شويه في صانع اللعب فلان لفلان مش اكتر. لكن طبعا هو ممكن ما يبتديش بالخمسه دول خالص يعني ممكن برضو متوقع ان هو مثلا لو ابتدى بسمير بسيف سمير مكان عمرو الجندي عمر طارق برضه مفيش ممكن فرق. تبقى تبقى هي بالعكس ده هو يبقى كده مخزن عمر طارق لان مثلا يخاف على فاولاته فينزله بعد كده. هو لو ابتدى مثلا بمحمد مصطفى مودي اللي هو مودي الصغير ممكن يكون ممكن يبتدي لان هو برضه سريع ويجهد بيه فرقه الزمالك في الاول وطبعا انا اتفرجت على تمرين ليهم مستواه كويس جدا الفتره اللي فاتت، ف
يعني ما فيش حاجة يعني كتوقع. هو ده بقى اللي هيبقى ما بين أشرف وسيد وأحمد جرحي. هم يقدروا لأن هم اللي قريبين من الفرقة وهم اللي عارفين. يمكن كابتن برضو نفس السؤال، أنت شايف أنه من المصلحة أن أنا أبتدي بالفول بار بتاعي ولا أن أنا أجس النبض الأول؟ بص طبعا زي ما قلت حضرتك، هو ان انا اخد الفيرست امباكت ده مهم تمام، وخصوصا ان انا واخد الليد في الماتشات اللي كنا قابلنا فيها الزمالك السنه اللي فاتت تمام. فلو انا قدرت اخطف زي ما بيقولوا الفيرست في الشوط الاولاني، خدت الفيرست امباكت كويس يعني انزل بقوتي، فده ممكن يعني ياكد عند لعيبه الزمالك السيناريوهات اللي موجوده في الماتشات اللي قبل كده تمام، فممكن ده ياثر على روحهم المعنويه شويه. ولكن طبعا زي ما كابتن نبيل بيقول، القايمه بصراحه تلخبط، ممكن تختار مين تبدا بمين، بس كابتن اشرف توفيق عنده بعض السمات كده بيحافظ عليها دايما في الماتشات اللي زي دي. زي ايه يا كابتن؟ ان هو دايما لازم ينزل لعيب في الخمسه اللي موجودين ديفندر تمام. اللعيب ده بتبقى مهامه الدفاعيه اكتر شويه من الاوفنس، مش اللي هو كنت انت ايام ما كنت بتلعب بالظبط كده. هو ده انا اللي بدات فيه في الباسكت، انا كنت باخد الرول ده فعلا تمام. فهو يعني ينزل لعيب يبقى ديفندر اكتر من اوفنس تمام. طب يا كابتن انا اسف، مين من وجهه نظرك يقدر يمسك والتر هوج كديفندر في النادي الاهلي؟ طيب احنا بالترتيب كده عندنا ثلاث اسامي، يعني ممكن نقول ابو النصر، حاتم، واحمد مهيب. مش سريع على حاتم؟ ده بقى اللي احنا هنشوفه. يعني ده اللي هو ماشي. طبعا سريع على حاتم شويه، بس هو كده او كده الديفنس الخمس لعيبه بيعملوا ديفنس صحيح تمام، الا لو كابتن اشرف عايزه يعزله من اول الملعب تمام. وده اللي متوقع ان هو يحصل تمام. فتيجي في مرحله من المراحل الهجمه لازم يجي لك مساعده، لو المساعده جات لك بالشكل المظبوط هنقدر كلنا نكفر على نفسنا. ففي ثلاث لعيبه هم ممكن يقوموا بالدور ده، وبرده ممكن مودي الجرحي تمام. مودي الجرحي برده فترات يحتاج له بالظبط، لان هو مودي كده لعيب ذكي بيلعب بدماغه، فيقدر يعني يقوم بالدور ده. فدول ثلاث لعيبه مثلا ديفندرات. دايما كابتن اشرف زي ما قلنا ان في لعيب لازم يبقى ديفندر، بعد كده الجاردات بيحاول يخلي واحد بنتريشن مع واحد شوتر، يعني واحد تمام. بيروح للاختراق اكتر عشان الناس يمكن مش عارف المصطلحات. واحد بيخترق ويوصل للحلقه بالظبط كده، واحد بيشوط من مسافه تمام، وواحد بيشوط من مسافه، بحيث ان اللي بيعمل بنتريشن كتير هيقدر يفضي اللعيبه انها تشوط تمام، او يقدر يوصل للحلقه او يلعب البيفوتات. واللعيب الدخيل كنت انت برضو يا كابتن وفي الاخر بقيت بتشوط كمان. اتفضل يا كابتن. تمام. وطبعا لازم يحافظ على اتنين لعيبه على البنش يقدروا يعملوا الفرق تمام تمام. فدايما الكابتن اشرف بيحاول على الثلاث زي ما نقول ايه، الثلاثه بيلرز دول او الثلاث اساسيات دول، ان هو يحافظ عليهم في التشكيل بتاعه خصوصا في الماتشات الجامده تمام. فمين بقى يقدر يقوم بالدور ده في ظل اللعيبه اللي ممكن تقوم بكذا مركز وكذا وظيفه، ده اللي احنا نقدر ويمكن اكتر واحد يجاوب على السؤال ده كنت اشرف نفسه يعني طبعا. بس هو برضو ايهاب امين لعلمك ديفندر كويس جدا وباوند كويس، بس ممكن اجهده. ما هو انت هو دي بقى دي ميزه المجموعه دي، يعني الثلاثه اللي قال عليهم مع ايهاب انا ممكن اغير عليه. امسك يعني مثلا الفتره دي امسك انت، لبس فاول او بتاع، لا فلان يمسك يفضل على طول يعني هم فريش في الديفنس، وفي نفس الوقت هو هيتعب من كتر ما بيحاول يهرب منه. فبرضو ايهاب من النوع المجهد جدا، يعني ايهاب وستيلر يعني دي في اي كوره بيحاول يخطف كوره، فبرضو ايهاب فيزيكالي عالي جدا. يعني افهم من كلام حضرتك ان انت بتقول ان احنا عندنا اكتر من لاعب دفاعي، وكلام كريم برضو نفس الكلام، اكتر من لاعب دفاعي يقدر يمسك المفاتيح اللي هناك وما عندناش مشكله، ما حدش هيجهد صح. وممكن تحافظ على فاولاته كمان من هدور الدنيا عليهم صح. طب يا كابتن يعني تحت الحلقه نحط كده السيناريو مثلا الاسوا لاي مدرب، ان اللعيبه اللي تحت الحلقه يبتدوا يلبسوا فاولات او يبتدوا يرتكبوا فاولات، تعرف طبعا الباسكت خمسه فاول بيطلع. شايف ان ده ممكن يحصل معانا اللي هو فاول ترابل النهارده ولا لا؟ يعني انت عندك اربع خمس لعيبه ممكن يلعبوا في مركز اربعه وخمسه، فمش يعني صعب ان هو يحصل لنا. يعني صعب يعني حتى لو انت يعني انا في رايي يعني ان حتى لو انت جيت في وقت من الاوقات لعبت مثلا بأليكس واسمه ايه دوا وعمرو الجندي كمان، ده اللي هو يعني انا بقول لك دول يعني دول احتمال صعب جدا ان هم يبقوا مع بعض، بس بقول لك حتى لو لعبت كده انت مش هتبقى عندك مشكله، مش هيبقى عندك زي ايهاب امين بيجيب كميه ريباوند وفولو عاليه جدا. صحيح. كريم نفس المشكله في نادي الزمالك، نادي الزمالك بيتهيألي اللعيبه مش عنده او ما عندهاش يعني ممكن يبقى عنده اضطراب الفاول، انت معايا؟ تحت الحلقه طبعا
تحت الحلقه. طبعا بالنسبه لانس او كيجو لو في واحد فيهم دخل في الفاول ترابل وبقى مش موجود في الملعب ده هيضعفهم. طب احنا ممكن نستغل النقطه دي ونبتدي يعني طبعا بص حضرتك طبعا هو ان انا اعتمد على يعني احد زي ما بيقولوا ايه مفاتيح المكسب ان انا البس الفاولات زي ما بيقولوا احنا باللغه الباسكت الدارج ان انا البس الفرقه اللي قدامي فاولات كتير. فطبعا الفاولات دي لو جت في اللعيبه اللي هي الكي بلايرز او اللعيبه المهمه فطبعا ده بالنسبه لي بيبقى مكسب كبير. صحيح. طب قول لي برده يا كابتن يعني يمكن هيجي في اوقات هيبقى فيه طبعا ما هو مش جيم يعني قمه اهلي زمالك هيجي في وقت هيبقى الجيم يقرب الجيم مثلا هيبقى محتاج شويه الرميات الحره او الفاول شوتينج دوره ايه في المباراه زي دي؟ بص حضرتك احنا في ماتشات كتير يعني اي الاهلي مثلا او ممكن فرقه تانية تخسرها تيجي تبص على الفاول شوتينج يلاقي ان نسبه الفاول شوتينج اللي هو ضيعها لو كان جابها كان كسب الماتش. صحيح. تمام. فدي زي ما بنقول ان هي يعني مهاره سهله لازم نركز فيها لانها بتفرق جامد في ماتشات كتير. وطبعا اللعيبه كلها عارفه الكلام ده ان ممكن في ماتش اخسره بحيث ان انا ضيعت فاول شوتينج كتير. صحيح. تمام. فطبعا لازم نركز فيها جامد لان هي احد مفاتيح المكسب طبعا. اكيد يا كابتن. طيب يعني خلاص هي لحظات وتنطلق المباراه. خلينا يعني نطير الى صاله هيئه قناه السويس بالاسماعيليه مع معلقنا الكابتن احمد مناع عشان يقول لنا احداث مباراه القمه قمه كره السله في مصر بين الاهلي والزمالك في دور الثمانيه للمرتبط. وبفكركم ان المرتبط فاز بالمباراه الاولى. خلينا نروح لمعلقنا احمد مناع الى هيئه قناه السويس بالاسماعيليه.